نذهب إلى بيروت، تنضم إلينا من هناك ماري سالم محلل المالية لدينا هنا في الشرق الأخبار. صباح الخير ماري. طبعا احنا سمعنا قبل شوي أخبار بانهيار القسم الشمالي من إهراءات القمح في بيروت وانهيار العملات أيضا، يعني انهيارات بانهيارات اليوم. الله يسلم، خبرينا شو عندكم، ماذا نتوقع من أسواق الخليج مع ارتفاع أسعار النفط يوم أمس بالمستويات التي رأيناها؟ صباح الخير صبا. يعني صراحة اليوم اللي عم نشوفه هو أخبار عم تصدر من قبل شركات بالإمارات فيما يتعلق باستحواذات أو حتى موافقات من الهيئة، حفوت بالتفاصيل هلا شوي معك، ولكن الأبرز بعدنا يمكن بسوق دبي هو خبر أعمار يلي بعده عم نشوف تداعياته بقلب الأسواق. صباح اليوم الأوكشن على سهم أعمار تقريبا عم بيعطينا إنديكيشن إنه في تراجع تقريبا بحدود 1%، مثل ما صار معنا امبارح كان في تقريبا تراجع ب2.5، رجع فتح على تراجع ب1%، ولكن النظرة العامة بالنسبة لأعمار ليست بإيجابية مثل ما كان متوقع، خاصة أنه في تقارير صدرت من بعض البنوك بأنه التقييمات يمكن جاية 50% أقل من ما كان هو متوقع من قبل بعض المستثمرين. هلا ما عندي تفاصيل كاملة لحتى نوضح هذه الفكرة، بعدنا ناطرين بعض البيانات من قبل الشركة أو التوضيحات لحتى نقدر نعرف التفاصيل تبع هذه الترانزاكشن، خاصة أنه عندهم اجتماع بكرة بالتمرير لأعضاء لمجلس الإدارة لتحديد الجمعية العمومية تبع الشركة. نعم. أنا من ناحية أخرى في عنا أخبار من إشراف. نعم تفضلي. قبل ما تنقلي بس خليني أقول لك، بدي أحكي أنا وياكي بس، بتعرفي يعني صلنا أنت بتغطي هذه الأسواق من فترة طويلة وأنا بغطيها من فترة أطول، وبعدنا بنشوف نفس خليني أقول الأغلاط بتعملها الشركات، بتجي على السوق بنص خبر، وهذا الشيء بأغلب الأوقات بيأذي الشركة وبيأذي تداول أسهمها، بدل ما يكون في كل الشفافية والإفصاح الكامل عن نية الشركة أو خططها وما إلى ذلك، وهو اللي ممكن أنه يخفف من هالضغوط اللي ما إلى داعي بالسوق. صحيح معك حق سبق، خاصة أنه هلأ نحن من بعد كل الأزمات اللي قطعنا فيها بالأسواق المالية المستثمرين بطلوا يقبلوا بنص خبر، صار بدهم الخبر كامل أو مستعدين أنه يتخلوا عن الاستثمارات تبعهم، واللي عم بيخلق ضغط. يعني هلأ كمان أنت مثل ما عم تقولي في عنا شركة أخرى اليوم أعلنت عن استحواذها على شركتين يلي هي أمريكان جروب ESG يلي مملوك من العالمية القابضة، استحوذت على 65% من شركة و45% من شركة أخرى اللي هن بيعنوا بالمفروشات وحتى الانتيريور ديزاين، ولكن ما في إعلان عن قيمة هذه الصفقة اللي هي بالنسبة لكثير من المستثمرين حتكون معلومة جوهرية حتحدد مصير كيف ممكن يكون اتجاه الاستثمارات تبع المستثمرين. فدائما الاخبار اللي عم تكون صادره عم بتكون اخبار ممكن من الشركات، ولكن ما فيها كل التفاصيل اللي بتساعد المستثمر انه ياخذ هذه القرارات يعني. بعدنا يعني كرمال هيك بنشوف نحن على بدايه السوق ما بتكون في هذه الحركه الكثير قويه، بنلاقيها بلشت بعد شوي من بعد ما يكونوا حتى بلش المؤسسات الماليه او الفاينانشال انستتيوشن يتدخلوا بالاسواق، لانه بيكون عنده نظره مختلفه عن نظره الافراد بقلب الاسواق. بالضبط، يعني هو بالنهاية اللي حامل السهم هو شريك مستثمر، وله حق انه يعني استثمر امواله مشان يشارك بارباح الشركه المستقبليه، وله حق يعرف انه هالخطوه اللي قامت فيها الشركه شو لها تداعيات على نتائج الشركه واعمالها، وبالتالي شو ممكن تاثر على استثماره. صحيح، ولأنه هذا الشيء بعد منه عم بيكون في وضوح، عم نشوف أنه في تقريبا تراجع بالطلب أو الزخم على الإدراجات الأولية اللي شدناها بأول السنة، كانت هلأ بس بالآخر أنه صار في تراجع عليه، وهلأ في عنا إعلانات جديدة. يعني امبارح كان في عنا الأنصاري أعلن أنه بده عنده النية أنه الإدراج بأول ربع من 2023، يعني كل أخبار إذا ما كانت مدعومة ببيانات مالية وأرقام ووضوح من قبل الشركات ما حتلاقي استقطاب من قبل المستثمرين، وهذا ببرر ليش في عنا أحجام تداول متدنية تحديدا بسوق دبي يمكن أكثر من سوق أبو ظبي، رغم أنه بسوق أبو ظبي عم بيكون الأحجام على أسهم معينة دائما. بالإجمال الافتتاح بكلمة واحدة ماري، الافتتاح على نزول طلوع، شو متوقعين نشوف؟ ما زلنا شوي على نزول بسوق دبي، بسوق أبو ظبي بعد الصورة مش واضحة، بس إجمالا مش النزول القوي، ممكن نقول أنه فلاتش افتتاحية عرضية يمكن أكثر مما هي التراجع. ماري سالم شكرا جزيلا لك.